ثم قال سبحانه ليبين لهم أنه تفضل عليهم وأنعم عليهم. من هذا الذي يحفظكم دائما ليلا ونهارا من أن يتخطفكم الجن أو تؤذيكم الهوى أو يعتدوا عليكم الإنس؟ في غير الله هو الذي يحفظكم؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من هنا استعمل بدل، أي بدل الرحمن، أي غير الرحمن، استعملت رفض الرحمن، لم يقل ربكم، لبيان أنه تفضل عليهم مع شدة عنادهم وتمردهم في الكفر. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.